الله، معانا مكالمة حلوة، معانا الفنانة الجميلة القمر هدي كرم. هاي هدي. هاي يا مي، ازيك؟ وحشاني. والله وانت جمال جدا جدا، اعملي حسابي بقى جاية لك ان شاء الله قريب. احنا مستنيينك جدا هنا. وانا جاية، انا بحب المكان قوي وبحب القناة دي جدا، لان وشها بيتك ده يا هدي. وانت حبيبتي انت عارفة. طبعا يا روحي، بجد انت من الناس اللي يعني قعدتك تجنن وكلامك حلو، وانت عارفه انك دايما بتشجعيني على الاهتمام ببشرتي على فكره، ودي من الحاجات اللي من اول يناير لازم اهتم بيها كمان. لا بس انت زي القمر يعني. anyway قولي لنا يا هدي، من اول يناير ايه لو انت هتحطي كده بالبند العريض حاجه نفسك تبطلي تعمليها او تعمليها كنت حابه تعمليها؟ نفسي ابطل اكون مندفعه. اوكي. في كلامي ساعات لما بنفعل او في قراراتي. اوكي. ودي من الحاجات اللي نفسي ابطلها حقيقي يعني، وبشتغل على نفسي فيها قوي. ومن الحاجات اللي نفسي اعملها والله انا بحاول اعمل كل حاجه انا مقتنعه بيها يعني. الحاجات اللي نفسي اعملها يمكن اروح اماكن كتير في مصر ما رحتهاش، واماكن حتت حلوه كتير ما زرتهاش. حلو. على فكره الاثنين دول يمكن مش بس انا حسيت اني انا كمان عايزه اعمل زي هدي، اكيد ناس كتير اتفرج علينا حاسين كده. ساعات كتير بنندفع بعواطفنا وبكلامنا وبنندم. ده حقيقي، ده حقيقي. فهو الاندفاع في حد ذاته بيخسرنا كتير، احنا اكتر ناس بتخسر بسبب الموضوع ده. طب اسالك حاجه يا هدي، مش ساعات برضو التفكير زياده بيقلل التلقائيه اللي عندنا؟ ايوه ده اكيد. بس احنا انا هتكلم عن نفسي، انا شخصيه تلقائيه زياده عن اللزوم وطبيعيه جدا ومندفعه. فيمكن لو فكرت شويه زياده تحسي ان انا هبقى طبيعيه. عارفه زمان كانوا يقولوا لنا عد للعشره قبل ما تتكلم، يعني احنا لو وصلنا لثلاثه تمام. بالظبط. احنا بنفكر بسرعه وبنتكلم بسرعه وبنرياكت بسرعه وبنقرر بسرعه. فلا دي مش احنا، بالعكس احنا لو هدينا شويه هنكون شخصيات كويسه وطبيعيه راسيه اكتر. عمرنا ما هنبقى شخصيات متردده، لان انا مثلا مش طبيعتي، انا شخصيه مش متردده خالص. انا مش متردده، مندفعه زياده عن اللزوم برضه. بالظبط. بس لعلمك بحس انه ده جزء من الشخصيه اللي انا حباها والناس حباها. مش الاندفاعيه في الاماكن الغلط، بس عدم التردد ده. يعني تلاقيني على الهوا والله العظيم بقرر هعمل كذا وكذا وبدوس على طول. ده حلو جدا، بس بيبقى سلبي لما بتكوني متضايقه، منفعله، زعلانه. بالمواقف اللي عايزه حكمه، عايزه تروي شويه. بالظبط كده، بالظبط كده. فلو عرفنا نظبط دي بيننا وبين نفسنا، امتى نبقى متفقين لان الدنيا لطيفه وامتى نفكر، بالتالي هنكسب كتير. طيب من الحاجات اللي هتحطيها على الليسته في السنه الجديده مايز شو. ده اكيد. حبيبتي شكرا على مكالمتك، ومنتظرينك بفارغ الصبر. وهحضر وصفات ليها علاقه، انت بحسك مهتمه جدا بموضوع المواد الطبيعيه والبشره، صح؟ صح. تعالي نعمل مع بعض وصفات للسكين تو جلو، لانه الاكل مش بس العنايه بالكريمات، الاكل له علاقه جدا بنضاره بشرتنا. فهنعمل حلقه استنوها، كل الستات هيستنوها كده يا هدي. ان شاء الله. اكيد يا حبيبتي بحبك جدا، وكل سنه وانت طيبه وميري كريسمس وكل حاجه يا رب تبقى خير السنه الجايه علينا كلنا ان شاء الله. يا رب يا رب. شكرا على مكالمتك الغاليه يا حبيبتي. العفو على ايه يا حبيبتي. باي باي.